السلام عليكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، معاكم ميس إنجي فخر الدين معلمة رياضيات بمدرسة بدر تايجرز الخاصة. معانا النهاردة يا ولاد درس الجبر اللي اسمه مقارنة وترتيب الأعداد النسبية. احنا طبعا عرفنا المرة اللي فاتت يعني ايه عدد نسبي، وقلنا العدد النسبي هو أي عدد أقدر أحطه في شكل بسط ومقام، اقول عليه على طول عدد نسبي، والرمز بتاعه كان نون. ازاي بقى امثل العدد النسبي ده على خط الاعداد، وازاي اقارن بين الاعداد النسبية وبعضها؟ احنا واخدين خط الاعداد قبل كده من واحنا في ابتدائي، وكنا بنعمل الاعداد الصحيحة على خط الأعداد، كنا بنعمل الصفر في النص والأعداد المجابة على اليمين والسالبة على اليسار، نفس خط الأعداد هو هو، ما تغيرش فيه حاجة. بس الفرق المرة دي ان احنا كنا بنفتكر ان بعد الصفر الواحد على طول على خط الأعداد في الأعداد الصحيحة، لكن دلوقتي انا عندي أعداد نسبية، يعني انا اكتشفت ان بين الصفر والواحد في أعداد كتير قوي، وبين الواحد والاتنين في أعداد كتير قوي برضو. يبقى انا دلوقتي عندي اعداد نسبية، يعني خط الاعداد بتاعي لما اجي ارسمه اوسع بقى المسافة شوية بين الصفر والواحد، بين الواحد والاتنين، وهكذا عشان اعرف احط الرقم بتاعي على خط الاعداد. نفس الكلام برضو زي ما خدنا قبل كده في ابتدائي على الاعداد الصحيحة، هيكون الاعداد الموجبة على يمين الصفر والاعداد السالبة على شمال الصفر. لو انا عايزة مثلا احط العدد 5 وسالب 5، هلاقي ان 5 على خط الاعداد والسالب 5 على خط الاعداد الاتنين على بعدين متساويين من الصفر، يعني الاتنين نفس المسافة اللي هقيسها من الصفر للخمسة هي نفس المسافة اللي هقيسها من الصفر للسالب 5 الناحية التانية، يبقى على بعدين متساويين من العدد صفر. طبعا اي حاجة لما اقول 0 على 2، 0 على 4، 0 على 100، 0 على اي حاجة اجابته بتساوي 0. يبقى انا لو عندي عدد نسبي 0 على اي رقم وعايز امثله على خط الاعداد، يبقى انا بعبر عن العدد مين اصلا؟ 0 اللي هو الاجابة. طب لو انا عندي عددين مقسومين على بعض، هما يعني 1 على 1، 2 على 2، 5 على 5، ده ازاي هحطه على خط الاعداد؟ ده بيعبر عن العدد 1، لان 1 على 1 بـ1، و5 على 5 بـ5، يبقى انا 5 على 5 بـ1. يبقى انا دلوقتي هشوف اجابة العدد النسبي اللي قدامي، لو يتحل الاول احله وبعد كده احطه على خط الاعداد. يتحل زي ايه مثلا؟ زي لما اقول 8 على 4، 8 على 4 دي مش ليها اجابة؟ اللي هي الاتنين، يبقى 8 على 4 بتساوي 2، يبقى هو الاتنين اللي هو ده اللي انا عايزة اعلم عليه على خط الاعداد. لكن لما يقول لي الربع 1 على 4، 1 على 4 دي ليها اجابة؟ لا، هي هتفضل 1 على 4، هتفضل كسر زي ما هي. يبقى الربع ده بقى هيتمثل على خط الاعداد بين الصفر والواحد، عشان احنا عارفين ان الربع ده بين الصفر والواحد. يبقى انا دلوقتي لو جالي عدد نسبي يا سنة اولى وبيقول لي ارسمه على خط الاعداد، لازم اتاكد ان هو في ابسط صوره، يعني ما يكونش لسه عايز يتحل او عايز يتبسط او ليه اجابه، لا اكون متاكد الاول ان هو محطوط لي في ابسط صوره قبل ما اتسرع وارسم خط الاعداد. ولازم اعرف العدد ده قاعد بين مين ومين، يعني مثلا لما يقول لي 5.5، العدد النسبي ده انا عايزه احطه على خط الاعداد، 5.5 ده قاعد بين مين ومين في الاعداد الصحيحه؟ قاعد بين 5 و6، لان هو 5 واكتر، يبقى هو اكبر من 5، ولسه ما وصلناش للستة، يبقى 5.5 ده حاجة بين 5 و6، يبقى الحتة اللي انا هرسمها من خط الاعداد ساعتها هتبقى 5 و6 بس، والعدد النسبي 5.5 هيبقى بقى ايه ما بينهم. يبقى انا اول حاجة هعملها ان انا هبسط العدد النسبي، تاني حاجة هحدد العدد النسبي ده بين مين ومين، ايه الرقمين اللي هرسمهم على خط الاعداد عشان اقدر احط العدد النسبي. طبعا لما اجي ارسم خط الاعداد بتاعي بقسمه لمسافات متساويه، يعني ما اعملش مثلا بين الصفر والواحد مسافه وبين الواحد والاتنين مسافه اكبر او اصغر، لا مسافات متساويه، وده احنا عارفينه من قبل كده. طيب تعالوا نشوف المثال بيتحل ازاي. ادي مثال بيقول لي مثل العدد النسبي 7 على 4 على خط الاعداد.
طب انا الاول محتاجة اعرف السبعة على اربعة دي تتبسط ولا لا. طبعا مفيش جدول في جدول الضرب موجود فيه السبعة والاربعة في نفس اجابات الجدول، يعني السبعة والاربعة دول مش هيتبسطوا لان هما مش مشتركين في نفس الجدول. طيب هعمل ايه بقى علشان اعرف السبعة والاربعة دول، سبعة على اربعة دي بين مين ومين؟ انا مش عارف او مش عارفة. يا اما هدخلها على الالة واكتب يساوي وادوس زرار الاس دي، ساعتها هيطلع لي بين مين ومين هبقى عارفة. يا اما هعرف ان سبعة على اربعة يعني واحد وتلات ارباع، في واحد عارف ان سبعة على اربعة ديت يعني واحد وتلات ارباع. طيب الواحد وتلات ارباع ده، او على الالة لو انا كنت دايس زرار الاس دي هتبقى 1.75 لان التلات ارباع هي 75%. طيب 1.75 دي يعني واحد وشوية حاجات جنبها، يبقى بين الواحد والايه والاتنين، واحد وي يبقى اكبر من الواحد، ومين اللي بعد الواحد في الاعداد؟ الاتنين. يبقى انا لما اجي ارسم هرسم خط الاعداد بتاعي وهحط عليه الواحد والاتنين، دول الحاجات الرئيسية بتاعتي. عايز ازود بقى رقمين من اليمين او من الشمال مش هتفرق معايا، ازود او ما ازودش مش مشكلة. طيب انا العدد النسبي اللي عندي في المثال كام؟ سبعة على اربعة، العدد ده مقامه اربعة. يبقى انا لما اجي ابتدي اكتب اعداد نسبية على خط الاعداد لازم كل المقامات تكون اربعة زي المقام اللي موجود في السؤال. يعني انا هقلد الاربعة اللي موجودة في المقام تحت دي في كل الاعداد اللي انا هحطها قدامي على خط الاعداد. طيب احنا اتفقنا ان العدد ده قاعد بين الواحد والاتنين. طب الواحد ده انا عايزة اخليه حاجة على اربعة عشان يبقى يفضل واحد، فانا هخليه كام على كام؟ اربعة على اربعة، اربعة على اربعة هي الواحد. طب الاتنين كام على اربعة يديني اتنين؟ اجيبها ازاي دي؟ اضرب اتنين في اربعة، اتنين في المقام على طول، اتنين في اربعة بتمانية. يبقى انا كتبت على الشمال اربعة على اربعة فوق العدد واحد، وكتبت على اليمين تمانية على اربعة فوق الاتنين. طب بين الاربعة على اربعة وتمانية على اربعة في كام حاجة اقدر اكتبها بعد الاربعة على اربعة؟ ايه؟ خمسة على اربعة، ستة على اربعة، سبعة على اربعة، لغاية ما اوصل للتمانية على اربعة. مين فيهم اللي كانت في رأس السؤال؟ سبعة على اربعة. يبقى هي دي اللي هروح اعلم عليها باكس او علامة دائرية كده عند السبعة على اربعة على خط الاعداد. يبقى عرفنا ازاي نرسم عدد نسبي او نمثل عدد نسبي على خط الاعداد. الاول نحطه في ابسط صورة، وبعد كده نعرف العددين الصحيحين اللي هو قاعد ما بينهم علشان هم دول اللي هيتحطوا على خط الاعداد، وابتدي اشوف كل عدد بيساوي كام، اساوي المقامات كلها ببعض لغاية لما اعلم على العدد اللي انا عايزة احطه عندي على خط الاعداد. طيب مقارنة وترتيب الاعداد النسبية، شايفين خط الاعداد اللي قدامنا ده اللي عليه حرفين، حرف اسمه سين وحرف اسمه صاد، ومش مكتوب اي ارقام على الخط ده، بس انا عايزة اعرف هو مين اكبر من مين، السين ولا الصاد؟ من الشكل كده الصاد اكبر من السين، لان انا خط الاعداد بتاعي طول ما انا ماشي جهة اليمين الاعداد او الارقام بتكبر، وطول ما انا ماشي جهة الشمال الارقام بتصغر. يبقى لما الاقي الصاد قاعدة على يمين السين يبقى الصاد اكيد اكبر من السين، ولو انا عايزة ابتدي بالسين يبقى هقول السين اصغر من الصاد. طيب انا علشان اقارن بين عددين نسبيين لازم اوحد المقام الاول، وبعد كده اغير البسط عشان اعرف مين اكبر. زي مثلا المثال اللي قدامي ده بيقول لي قارن بين العددين 6 على 9 و 4 على 7. طب احنا اتفقنا ان قبل ما نبتدي نعمل اي خطوة في المسألة نشوف الاول العدد اللي قدامنا ده عايز يتبسط ولا لا، الستة على تسعة دي تتبسط ولا لا؟ اه تتبسط طبعا، لان الستة والتسعة موجودين في جدول التلاتة، يبقى انا هقسم فوق وتحت على تلاتة. ستة على تلاتة هتديني اتنين، تسعة على تلاتة هتديني تلاتة. يبقى الستة على تسعة ده انا هلغيه خالص من السؤال وحط مكانه التبسيط بتاعه اللي هو اتنين على تلاتة. يبقى انا دلوقتي هقارن بين الاتنين على تلاتة بعد التبسيط بقى، ما انا هلغي الستة على تسعة،
وهقارن بين الاربعة على سبعة دي زي ما هي، لان دي ما تتبسطش. الاربعة والسبعة مش مشتركين في جدول، فبالتالي مش هيتبسطوا. وحتى لو انا جربتها على الآلة الحاسبة، اربعة على سبعة يساوي، هلاقيها مطلعة لي هي اربعة على سبعة تاني. يبقى في الحالة دي الكسر ما يتبسطش. يبقى انا دلوقتي عندي اتنين على تلاتة واربعة على سبعة. طيب انا عايزة اعمل ايه؟ عايزة اقارن. يعني ايه اقارن؟ قارن في الرياضة يعني ايه؟ قارن في الرياضة يعني ضع علامة اكبر من او اصغر من، هي دي قارن في الرياضة، او يساوي لو بيتساوي. قارن يعني شوف مين الكبير ومين الصغير، او لو كانوا بيساووا بعض. فانا هنا هوحد المقام. طب انا عندي المقام الاولاني 3 والمقام التاني 7، يبقى انا هضرب المقامين في بعض عشان اطلع المقام الجديد اللي هيبقى متوحد. 3 في 7 ب 21. وطبعا ما دام المقام اتغير واتوحد، يبقى لازم البسط كمان هيتأثر ويتغير علشان اعرف اقارن. طب هو ايه اللي خلى التلاتة تبقى 21؟ اتضربت في ايه؟ في 7. يبقى بسطها اللي فوقها هو كمان يتضرب في 7، اللي هي الاتنين، تبقى 2 في 7 ب 14. طيب نيجي للكسر اللي جنبه، 4 على 7. السبعة اللي تحت دي في المقام بقت 21، ايه اللي حصل لها؟ اتضربت في 3، يبقى البسط اللي فوق منها هو كمان يتضرب في 3، يبقى 12 على 21. يبقى انا دلوقتي عندي 14 على 21 و12 على 21. ما دام المقامات زي بعض، يبقى اقارن بقى بسهولة مين الاكبر. طبعا ال14 اكبر من ال12. يبقى انا كده قارنت بان انا وحدت المقام وكمان غيرت البسط، فعرفت مين اللي هيبقى اكبر من التاني. طيب هل في طريقة تانية غير توحيد المقام اعرف مين اكبر او اصغر؟ اه طبعا، طريقة المقص. ان انا اضرب بعد ما بسطت وخليت 2 على 3 هنا و4 على 7 هنا، اضرب مقام الكسر الاول مع بسط الكسر التاني، يعني 3 في 4، واضرب مقام الكسر التاني في بسط الكسر الاول، اللي هي طريقة المقص. طبعا دي بتبقى بتاخد وقت اقل بكتير من ان انا اوحد المقام. بعد كده عندي حاجة اسمها كثافة الاعداد النسبية. يعني ايه كثافة الاعداد النسبية؟ اي عددين نسبيين في بيساويهم اعداد كتير جدا من الاعداد النسبية. ازاي؟ انا مثلا عندي كسر زي النص، مش النص ده عدد نسبي؟ اه عدد نسبي. ليه؟ لان انا حطيته في شكل بسط ومقام، النص ده 1 في البسط و2 في المقام. طيب معنى كثافة الاعداد النسبية هنا ان انا النص ده ممكن اعمل كسور تانية بتساويه. يعني ايه بتساويه؟ يعني لما بسطها ترجع تاني تبقى النص الاولاني ده. يعني ان مثلا انا عندي النص ده، لو ضربت النص ده فوق وتحت في 5 هتبقى 5 على 10. 5 على 10 دي لو بسطتها هترجع تاني نص، يبقى 5 على 10 بتساوي 1 على 2، هما الاتنين بيساووا بعض، لان انا لو بسطت 5 على 10 هتبقى نص. طب بلاش اضرب في 5، لو ضربت النص في 4، فوق هضرب في 4 وتحت هضرب في 4، يبقى 1 في 4 ب 4 و2 في 4 ب 8، يبقى 4 على 8 دي بتساوي نص برضو. يبقى كده اي عدد نسبي ممكن اضربه في اي رقم يعجبني، بس بشرط لما اضرب اضرب فوق وتحت بسط ومقام، ما ينفعش اضرب فوق بس وتحت، لا كده غلط. يبقى العدد النسبي ممكن يكون ليه اعداد نسبية كتير قوي مساوية ليه. مساوية ليه بمعنى ان انا اضرب فوق وتحت في نفس الرقم. طيب هو هل بالضرب بس؟ ما ينفعش بالقسمة؟ لا ينفع طبعا. لو انا عندي بسط ومقام ارقام كبيرة شوية، انا ممكن ابسطها باني اقسم فوق وتحت على نفس الرقم. واحنا واخدين التبسيط ده من واحنا في سنة رابعة. التبسيط ان انا بقسم فوق وتحت على عدد ثابت، فوق زي تحت، يبقى انا اضرب او اقسم. طيب السؤال هنا بيجي لي ازاي؟ مثلا انا عندي المثال ده بيقول لي اوجد 3 اعداد نسبية تنحصر بين النص والتلت، عايزني اجيب له 3 اعداد نسبية قاعدة بين النص والتلت. طيب انا مش هينفع اجيب 3 اعداد كده وانا قاعد باصص كده على النص والتلت، مش هينفع. انا لازم اعمل حاجة الاول، لازم اوحد المقام. مقام النص كام؟ 2، ومقام التلت كام؟ 3. طيب انا كده عايز اوحد
المقامات اللي تحت، يبقى هضرب 2 في 3 ب6، يبقى كده المقامات الجديدة 6 هنا في الكسر الأولاني و6 هنا في الكسر التاني. طيب ما دام المقامات اتغيرت يبقى البسط هيتغير، ما دام اللي تحت اتأثر يبقى اللي فوق هو كمان هيتأثر. الاتنين بقت 6 اتضربت في 3، يبقى الواحد اللي فوق هو كمان يتضرب في 3، 1 في 3 ب3 اهي، يبقى النص بقى بيساوي 3 على 6. طيب والتلاتة بتاعت التلت بقت 6، يعني اتضربت في 2، يبقى الواحد اللي فوق هيتضرب في 2 هو كمان، يبقى 2. يبقى دلوقتي الكسور الجديدة مين؟ 3 على 6 و2 على 6. حلو قوي، انا كده وحدت المقام، ده مقامه 6 وده مقامه 6. طب انا لسه ما جاوبتش على السؤال بتاعي، هو 2 على 6 و3 على 6 اصلا انا حاسس كده من شكلهم ان هم عددين ورا بعض، ازاي هجيب 3 اعداد قاعدة ما بينهم؟ صح فعلا، 2 على 6 و3 على 6 دول كده ورا بعض، ازاي هجيب اعداد قاعدة في النص؟ هكبر بقى الارقام بتاعتي، يبقى هضرب، هكبر يعني هضرب على طول. طيب اضرب في اي حاجة؟ في اي حاجة تعجبني، بس اسهل حاجة اضرب فيها ال10، لان الضرب في 10 يعني بحط للرقم اللي قدامي 0 واخلص. يبقى انا لما اقول 2 على 6 هضربها في 10 تبقى 20 على 60، ولما يبقى عندي 3 على 6 تتضرب في 10 يبقى 30 على 60. وناخد بالنا ان احنا لما هنضرب في 10 هنضرب بسط ومقام، مش هضرب فوق بس وتحت، لا ما ينفعش. طب لاحظنا حاجة دلوقتي، ايه اللي حصل؟ الاتنين على ستة و3 على 6 كبروا وبقوا 20 على 60 و30 على 60. طبعا المقام متوحد، ده ماليش دعوة بيه، انا ليا دعوة بالبسط دلوقتي. البسط هنا 20 وهنا 30، بين العشرين والتلاتين اقدر اجيب 3 اعداد ولا لأ؟ طبعا اقدر اجيب 3 اعداد، انا عندي 9 اعداد موجودة بين العشرين والتلاتين، يبقى انا هختار اي 3 اعداد قاعدة بين العشرين والتلاتين وهكتبهم، مثلا 21 والمقام احطه 60، و22 على 60، و23 على 60. يبقى انا كده جبت 3 اعداد نسبية قاعدة ما بين النص والتلت. النص والتلت كانت اعداد صغيرة وبسيطة، وحدت المقام الاول وبعدين ضربت في 10. يبقى بمنتهى البساطة لما يقول لي اوجد اعداد تنحصر بين عددين، السؤال ده بيتحل بخطوتين اتنين، اول خطوة توحيد المقام، تاني خطوة الضرب في 10 بسطا ومقاما. الخطوتين دول لو اتعملوا خلاص هجيب 3 اعداد 4 اعداد 5 اعداد ما بين العددين، زي ما يطلب مني من اعداد هجيب، مش هيبقى عندي اي مشكلة. انا كاتبه لكم شوية تمارين على الدرس، عايزاكم تفكروا فيها وتحلوها ونتناقش فيها ان شاء الله، واللي يقف معاه حاجة يبقى يجي يقول لي على طول. شكرا ليكم يا سنة اولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.